يا أم أحمد، قولي يا أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بص حضرتك، أنا متجوزة ليا 23 سنة وماله؟ ومعايا 3 ولاد. طيب. من كتر الخنقة اللي احنا كنا فيها، وهو الزوج كان بخيل جدا، وكان معاملته لينا سيئة قوي، وكان ضرب وإهانة وشتيمة، والضرب كان بكسر يعني، مش كان أي حاجة. كان معتمد على أهلي في إن هما يصرفوا على البيت، وبابا الله يرحمه ما كانش عاوز خراب للبيت وبتاع، كان بيديني وبيصرف. جيت جم اتوفوا والدتي ووالدي، فالدنيا خربت أكتر. لما البنت كانت في المدرسة طلعت، لما جالها عريس طلعتها وعايزاها تتجوز علشان تخلص من العيشة اللي احنا فيها، لأن كتر ما فيش، لو أقول لك كان ما كانش في بيتنا باكو شاي ولا كيس ملح، ولقيت مبالغ ضخمة كانت موجودة عندنا صدفة. المهم لما جاء عريس للبنت خليتها تتجوز يعني في سن 17 مش سنة. هو اللي جهزها برضو بالبكاوي دي؟ لا لا حضرتك، هو جهزها بس ضغط من العيلة كلها وانت عليه. اول ما شفت الفلوس كده رزم وحاجات ما شدتيش في شعرك وعملت قرده قدامه؟ يلا يا ومعدنا الشاي ودي ياي ومحدش تاني. ما عملتيش ثوره يعني؟ ما عملتيش ثوره؟ كانت لسه، كنت لسه مكسوره بموت والدتي، وكنت خايفه منه. ما فتحتهوش يعني؟ لا، الواد الصغير قال له احنا، انا قلت لهم محدش يقول اللي احنا شفنا حاجه عشان ما يحصلش مشاكل. راح الواد الصغير جاء قدامه قال محدش يقول لبابا اللي احنا شفنا حاجه. زي الابره اتكسرت. ايوه. غنيانيها مش امكم، انكم ما تتكلموش التلاته الخنف. جاء قال دي مش فلوسي وبتاع. المهم مش فلوسه، بتاعت ناس يعني، قال كده. المهم الموضوع عدى وبتاع، فجوزت بيتي. من ضغط من العيله كلها. تتصوري، سيبك من العيله والنيله، تتصوري خد الفلوس دي وداها فين؟ دي الله اعلم. بس يعني ملوش حساب في البنك؟ ما اشتراش شقه عشان الواد الصغير العفريت اللي كشف السر ده؟ لا 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 مفيش. صرفها على النسوان؟ في تعتقدي صرفها على النسوان اللي مش حاملين؟ لا 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 لا، ملهوش. بيشرب بانجو وحاجات؟ لا لا لا، ملهوش في الموضوع. امال الواد ده بيودي الفلوس فين؟ وما يجيبش شاي وسكر وكوكو وسمك؟ بص حضرتك، ما يخرب بيته. بضحك معاها طبعا، مش هو يخرب بيته يعني بدي عليه. لا انا بتكلم بطبيعتي كده مع الناس كاني في بيوتها عادي يعني. حضرتك عادي، اتفضلي. المهم فبالعافيه عقبال ما جهزت البيت في اضيق الحدود، ويقول لي انت في ام ما بتشاورش بنتها. طب انا قاعده في البيت، انا هشاورها منين؟ لو انت من هي عندها 9 سنين، هو ده قصده؟ يعني من زمان كنت تجيبي كل يوم فطين حلتين بتاع؟ منين؟ ما انت ما بتدينيش مصروف. طب ما قلتلوش ليه كده بالراحه؟ يا حلو، قلت ما انا، انت عارفه انا اللي يهمني ايه، بس هديكي فكره. انا اللي يهمني قلت ازاي. اصل في قواله تطلع حبه العين، وفي قواله تخلي الواحد يبقى عنيف وممكن يسيب البيت. لو انا عنيفه ولو عايزه لا، قلت له ازاي. طيب اديني كده انا مثال. لو عنيفه طب وعايزه. طب اديني تمثيليه كده. قولي له انت قلت له ازاي، وانا هقول لك المفروض كنت قلت له ازاي، وهو كان قام قلع هدومه وفرفر لك الفلوس قدامك كده. طب هكمل لحضرتك الموضوع. حاضر. فالمهم يعني، فراح جاي بعد كده العيشه بقت مستحيله، ضرب. لا مش هقول لها، قول السؤال براحتها وناخد كمان ساعه بعد الهواء. قول يا حبيبي. الله يخليك ويكرمك يا رب. فعشان في موضوع مهم متعلق بالشريعه يعني. المهم فبعد العيشه ما استحالت، وكنت مستحمله عشان خاطر الولدين اللي بقوا معايا. جاء الواد لسه ما كملش 14 سنه وقال له انت تشيل نفسك. طب ده بالتعليم هيشيل نفسه ازاي؟ يشتغل ويتعلم ازاي يعني، ويصرف على نفسه كسوه وبتاع؟ عايز يشيل ايده منه خالص. وده حصل. رحت انا واخده ولادي، واخده عفشي، واخده حالي، ورحت رايحه واخده حاضر، رحت رايحه واخده شقه ايجار حديث، وما نجحتش فيها. لف ورانا ورجعنا تاني وكده. فدلوقتي حصل برضو عركة بيني وبين أخوه وعياله وأهله، اتلموا علينا ضربونا وحرقوا لي الشقة. هو استخبى وقال أنا ما أجيش أقف قدام أخويا، وقفل التليفون وقعد يلعب دومينو على القهوة. المهم وساب أخوه يضربكم؟ أيوه. المهم وهو بيعمل كده أهو، ايه ده احنا بنجوز عيانين؟ لا لا الا الله يا رب. انا كان كده. اهلي طيبين جدا. لا لا، حوش اخوك عنه، امنعه عن الظلم فذلك نصر له. ايه المساله بقى الخاصه بالشريعه يا حلوه؟ ان انا دلوقتي تعبت وزهقت من كل حاجه، ففصلت عنه. انا
دلوقتي قاعده في اوضه لوحدي وهو في اوضه لوحده، ما بيصرفش علينا، ما بينفقش حاجه ابدا عليا خالص. ده طول عمره. فزاد بقى، لو كان بيجيب حاجه فاتمنعت خالص. فرحت قلت له لا انت في حالك وانا في حالي. وهتصرفي انت منين طيب؟ ايه؟ هتصرفي منين؟ ما هو ابني بيشتغل، فانا عايش دنيتي دي على قد قلبي. فاضل دقيقه. حاضر، انا في الدقيقه دي هقول لها انت قصدي انت مش حلوه وهو مش حلو. انت مش حلوه لانك انت بتهربي بجلدك وابنك بيشتغل فبيغطيكي وغطيه، فانت مستغنيه عن ابوه. مش حلوه عشان الراجل مش قايم بدوره ولا بينفق على بيته وعياله وبيسيء العشره، وكل دي قله ادب. فانتوا الاثنين تعبانين، وانتوا الاثنين متخلفين، وانتوا الاثنين ما تعرفوش ربنا. مفيش حاجه في الاسلام اسمها زواج تحت ايقاف التنفيذ. مفيش حاجه اسمها زواج يعني واحده تبقى بايته في اوضه وجوزها في اوضه. ده ما عندناش في الاسلام الكلام ده، الا لما يجوا يشخروا، يعني لما يجوا يبقى كل واحد يروح في داهيه المكان اللي على جنبه يريحه. لكن لازم يلتقوا ولازم يعيشوا حياتهم الطبيعيه متى امكنهما ذلك. لابد ان احنا نبقى فاهمين كده، يا تكوني يا لا تكوني. مساله اللي عليها 40 مليون، طب ما هو انا سمعت جماعه بيتخانقوا امبارح. بحسن الوعظ حاضر والله الاول.